المشروع في هذه الأيام كثرة ذكر الله عز وجل، ومن ذلك تكبيره، وقد جاء النص عليه في حديث ابن عمر في المسند بإسناد جيد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فيشرع أن يكثر المؤمن في هذه الأيام من التكبير والتحميد والتهليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صيغة، بل الوارد من صيغ التكبير إنما هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فجاء عن عبد الله بن مسعود وعن علي رضي الله تعالى عنهما، وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهو أمثل ما جاء من الصيغ فيما نقل عن الصحابة، فجاء بإسناد لا بأس به، كما قال الحافظ بن حجر في صيغته سلمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. بأي صيغة كبر فإنه يكون قد أتى بالمشروع من ذكر الله عز وجل وتكبيره، وخير ذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن جاء أحد بصيغة أخرى للتكبير فإنه لا حرج في ذلك، لكن الأكمل في التكبير هو ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم الأسوة والقدوة، وهم خير القرون رضي الله تعالى عنهم، وتبعنا آثارهم وجمعنا بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر.